الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير. ماركو جيتونا وبقيتو تفاجئوا علينا هاد المفاجأة. الله يرحم الوالدين، هاد السيد ديال البا وانا مجوجة في وجدة وما عنديش باش نمشي ونجي. الله غالب هادي 5 سنين وحنا نعاني، واختي مسكينة قاعدة معاه، وتا هي عانات كي قال لك وما قدتش وما قلت الشي راه وصلتنا فين، لا باش نرفدوه لا باش نديوه. ما يشوف وعنده 84 عام، ما يشوف ما والو، الرجلين ديالها ما ينوضش هكا، قاعد غير في الفراش وهي اللي كاينه بيه. عاود خويا المسكين راكو، راني حكيت لاختي هكا، تا هو دوك راه مريض وها الوراقي عنده 2018 وهو في السبيطار كيمشي يبدل الفاس ما يولي ينعس يخرج. ودوك انا ما صوت جهدي 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 جهد الله هو اللي يكون بينا وبينكم اختي. الا درتو شي حاجه وعاونتونا الله يرحم الوالدين، الله يجازيكم بخير. حنا رحنا كاع على طرف الحدود باش نمشي ونجي، راه عندنا بزاف قلت شي هي اللي وصلتنا لهذا الشيء. ما كان حاله تشوفوا فينا ديارك وتشوفوا فيهم طاحوا، المعيشه ما كايناش. عاود هذا السيد خويا مريض مسكين بالريه ديالو، وراكو راني تواصلت معاكم وراكو شفتوه، وهو مسكين عاد باقي يعاني وعاد يمشي ويجي وما كان ما تشوف. وعاود خويا الكبير عاود مسكين كان يمشي على الوالد يجي، عاود ضربته الطوناميل، ضربته للرجل هذه راه 3 سنين ولا 4 سنين، وحنا غير في العمليات في العمليات، رحنا باقي في العمليات، قلعوا العظم وردوا من العظم، عنده 3 تاع البنات هو عاد باقي يعاني ومازال مسكين عاد ما شافش النتيجه. ودوك الله غالب هاد الناس ضعاف 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 بزاف. اختي مسكينه ما قدش نمشي انا، نجيت انا نسمح في الراجل، الراجل عاود غير جورني عندي عاود الدراري، ما نقدرش نمشي ونجي معاهم. وانتم اللي تعرفوا شي حاله وبغيتوا توقفوا معانا عليكم وش الله ميزانيه، الله يرحم الوالدين. لا ترعوا الله ما ترعوا لهاد السيده، شوفوا الحاله ديالها. شحال من عام هو على هاد الحاله؟ 5 سنين. غير اختي هي اللي كاينه به، هي المسكينه تاعي وما قدتش درك باش الشيء ما كاينش باش توقف. الصابون عاود ليكوش المعيشه ديالهم ناقصه، وهذا اكثريه الطب غادي جاي، وانا ما صبت جهد اختي والله ما صبت، حتى انا ما عنديش راكو شايفين حاله ضعيف والخدمه ما كايناش. الله يجازيكم بخير اختي، الله يرحم الوالدين انتم، الله يسهل عليكم. والاخ ديالك كيفاش؟